متتبعي قناة انفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازي زيتي. يعني هذه السنة 2022 غادي ترجع ديك عجلة تاع التخييم إلى الدوران من جديد، ومجموعة من الأطفال اللي تحرموا من التخييم في زمن كورونا وكوفيد غادي يرجعوا يستألفوا هذا النشاط ديالهم المفضل خلال عطلة الصيف. أشنا هي استعدادات الوزارة لهذه العملية؟ وأشنا هي يعني التدابير المتخذة؟ واش غتكون العملية التخييم 100% ولا غيكون واحد النقص في هذا عدد المستفيدين؟ غادي نناقشوا القضية تاع التخييم بصفة عامة على المستوى الوطني، ولكن غادي نركزوا على مستوى مقاطعتي عمالة عين الشق والحي الحسني، وأيضا نواصل من خلال استضافتنا لهشام زلواج المدير الإقليمي لقطاع الشباب بهذه المناطق. سي هشام مرحبا بك. مرحبا سي أحمد، وشكرا لموقع أنفاس على الاهتمام على هذه الاستضافه. سي هشام، كما تعرفوا بان التخييم وقع وتوقف بسبب كورونا، رجع العام اللي فات بواحد الطريقه اللي تدريجيه، اشني اخر استعدادات لهذه السنه؟ واش غيكون هذاك التخييم بصفه 100% ولا تاخذ عاوتاني الاحتياطات والتدابير الاحترازيه ولا شيء؟ بطبيعه الحال تتعرفوا انه بلادنا اجتازت هذه تقريبا سنتين ونصف وضعيه ديال الحاله ديال كورونا، وخلفت واحد المجموعه ديال التداعيات، ومن التداعيات الإيقاف المؤقت لنشاط التخييم في صيغته المعروفة والتقليدية. اليوم وبقرار للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل سيعود هذا البرنامج للاشتغال، وستعود الحياة إلى فضاءات المخيمات من خلال البرنامج الوطني عطلة للجميع اللي أطلقت الوزارة الفعاليات ديال الموسم ديال 2022 في 25 أبريل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم. وهاد البرنامج هاد السنة بطبيعة الحال العودة ستكون تدريجية، باعتبار أنه مازال إحنا بصدد الإجراءات الاحترازية، وبصدد أنه نرجعوا للحياة العادية بشكل تدريجي. فالمخيمات على غرار باقي الأنشطة غادي نرجعوا بشكل تدريجي، وخصوصا طبيعة المجال ديال التخييم بما يعرفه من 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 مشاركة ديال 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 الأطفال والشباب يعني جميع الفئات. يعني بديتوا الآن العمل على مستوى يعني طبيعة المخيمات، شحال المخيم غادي يكون تقريبا على المستوى الوطني؟ طبيعة الحال غتفتح شبكة المخيمات الوطنية. بغيت قبل ما نهضر على الفضاءات ديال التخييم نهضر على المجالات ديال التخييم اللي غتكون هاد السنة. فإضافة للمخيمات القارة واللي غتحتضنها شبكة المخيمات الوطنية المعروفة سواء في الشواطئ أو في الجبال، كذلك كاين الاهتمام بأنشطة القرب باعتبار أنه هذه واحد النوع ديال الأنشطة اللي لقات واحد الاستحسان. هذه الأنشطة القربية اللي كتدرتوا العام اللي فات بصيغة بنفس الصيغة، أخذا بعين الاعتبار أنه غتكون المخيمات القارة وأنشطة القرب. والميزة ديال هذه السنة ديال أنشطة القرب هو أنها ستنظم باعتماد الآلية ديال التنقل، إما للشاطئ ولا للمسابح الخاصة ولا العمومية، على اعتبار أنه السنة اللي فاتت ونظرا للسياق اللي تنظمت فيه كان صعيب أنه نديروا العملية ديال التنقل، فكان الاقتصار على الأنشطة داخل المؤسسات اللي احتضنت هذا البرنامج اليوم. إضافة للمخيمات القارة كاين هاد أنشطة القرب، ومباشرة بعد نهاية العطلة الصيفية غتنطلق الجامعات الشبابية وغتنطلق اللقاءات التكوينية ديال الأطر. وشنو التاريخ اللي غتبدا في هاد المخيمات بشكل رسمي؟ حسب الأجندة اللي دارت اللجنة الاستشارية المشتركة ابتداء من 15 يوليوز بالنسبة للمخيمات القارة،
و 18 يوليوز بالنسبه للمخيم. يعني المرحله الاولى تكون في 15 يوليوز ان شاء الله باذن الله. وانت غتسالي هذه المرحله؟ كل مرحله ستستمر 10 ايام على مدار على مدار خمس مراحل. ما زحمكم شويه العيد الكبير في هذه العمليه؟ طبيعه الحال يمكن الاختيار ديال 15 يوليوز باش نكونوا تجاوزنا العطله ديال العيد. شحال قلت لك تقريبا تاع المخيمات اللي غتكون دابا على المستوى الوطني؟ كما قلت جميع المخيمات على المستوى الوطني ستشتغل وفق الحمولات اللي مقرره. بالنسبه لنا على مستوى عين الشق والحي الحسني النواصر كاين المخيم ديال طمارس، المركز الوطني طمارس اللي غادي يكون حموله ديال 600 مستفيد على في كل مرحله. بالنسبه لكم انتم يعني ولا الوزاره بصفه عامه شحال تاع المصاريف اللي تتخصص لهذه العمليه تاع التخييم؟ واش كاين شي اضافه؟ ما عنديش رقم مضبوط لهذه العمليه باعتبار ان المصالح المركزيه. وانتم بالنسبه للحي الحسني شحال؟ بالنسبه للحي الحسني عين الشق والوسط الان كاين اعتمادات ديال التهيئه تقريبا واحد 800,000 درهم اللي خصصت لتهيئه المركز الوطني طمارس. كذلك العمليه تتهم اعاده تجهيز المركز، تنعرفوا انه مع التوقف وكذا اعاده تجهيز المركز. بطبيعه الحال الاعتمادات المخصصه للتغذيه. الجديد هذه السنه هو ان المنحه الفرديه للاطفال غتكون 50 درهم بالنسبه للمخيمات القاره، 30 درهم بالنسبه لانشطه القرب، و60 درهم بالنسبه لانشطه الشباب. 50 درهم هي اللي دارت الوزاره على المستوى الوطني. على المستوى الوطني. انتم ك في عين الشق والنواصر والحي الحسني يعني الفضاءات تاع التخييم عندكم قليله، من غير طماريس ما كاينش فضاءات اخرى ولا؟ لا ما كاينش فضاءات اخرى، ولكن في اطار هذه انشطه القرب غنفتحوا فضاءات سواء على مستوى عين الشق ولا على مستوى الحي الحسني. ما تفكروش ديروا شراكات مع القطاع الخاص مع الشركات الكبرى اللي كاينه؟ لا لا شوف هذه العمليه ديال البرنامج الوطني عطله للجميع تاثرها المرسوم ديال التخييم وتتاثرها القرارات ديال السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل هي المؤطره لهذه العمليه. ما يمكنش نخرجوا على الاطار ديال الدوريات والمراسلات والتوجيهات ديال الاداره المركزيه. في التوقعات ديالك شحال تقريبا تاع عدد الاطفال اللي غيستافدوا في هذه المنطقه تاع عين الشق والنواصر الحي الحسني؟ حنا دابا بالنسبه لنا على مستوى انشطه القرب كاين 800 مستفيد على مستوى كل مرحله، بمعنى تضربها في خمسه المراحل هي تقريبا 4000 طفل. تنتمناو نوصلوا لهذا العدد. بالنسبه للمخيمات القاره تعرف طبيعه التنظيم ديال البرنامج الوطني عطله للجميع انه كاين الاستقبال وكاين الخروج. بمعنى انه الجمعيات سواء فروع الجمعيات الوطنيه ولا الجهويه ولا الجمعيات المحليه المتواجده في عين الشق والحي الحسني والنواصر المنخرطه في البرنامج هي ستستفيد من انها ستذهب الى مراكز اخرى. بمعنى انه الحديث على معدل الاستفاده من السابق الاواني والحديث على شحال غيستافدوا ديال الاطفال من عين الشق ولا من الحي الحسني ولا من النواصر. حيت تكون عندهم استفادات اخرى خارج حيت غيكون عندهم استفاده خارجيه. غيمشيو لمخيمات اخرى، يمشيو لراس الماء، يمشيو للحوزيه، يمشيو للسعيديه، يمشيو لكاع الفضاءات. بمعنى انه من بعد ما تتم عمليه التوزيع ديال الحصيص المخصص لكل جمعيه سواء على المستوى الوطني ولا الجهوي ولا المحلي يمكن تكون عندنا واحد المؤشر تقريبي شحال ديال. وما كاينش واحد الاطار في اطار التعاون ما بين يعني المصالح تاع الوزارات في الدار البيضاء ولا في المغرب؟ ان مثلا انتم تخيموا كمقاطعه عين الشق الحي الحسني لا كاين لا لا كاين ما يسمى بالعمل المباشر. وهذا تنشوفوا بعدا الاستفاده ديال الجمعيات الوطنيه والمحليه والجهويه عاده يمكن ناخذ واحد الحصيص من العمل المباشر. اللي اساسي هو انه عندنا اليوم واحد 4000 مستفيد من انشطه القرب على مستوى عين الشق والحي الحسني
ونواصل. وهذه العملية راح نوزعناها سواء على الفضاءات ديال عين الشق ولا الفضاءات ديال الحي الحسني ولا الفضاءات ديال الإقليم المصر. شي هشام شكرا جزيلا على قبول الدعوة على التوضيحات بخصوص شكرا برنامج التخييم. متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج. شكرا على الاستضافة.